صدق الله العظيم. والآن كلمة السيدة بمناسبة تلقيها السيدة وفاء الشافعي رئيسة في معرض حول مؤلفة الاستثمار في المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الحضور، يشرفني أن أتلو عليكم كلمة السيد عامل أخيه الإسلام الذي لم تسمح له استزادته بالحضور معنا والالتفات معنا في هذا اليوم المميز، إلا أنه أصر على إعداد كلمته الترحيبية كما سهر على إشرافي وتتبعي لبرنامج هذا اليوم المميز والمخصص للاحتفاء بالجالية المغربية، وذلك نظرا للمكانة الغالية التي يقيمها السيد عامل لإخواننا المقيمين بالخارج تكريسا لمالك كله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من عناية السامية بقضايا الجالية المغربية. فيما يلي كلمة السيد عامل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على السيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة من خارج، السيد رئيس المجلس الإقليمي لبن سليمان، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة نساء ورجال الإعلام، أيها الحضور الكريم، أود بالذين شبكوا على الدوام مفخرة للوطن وركيزة قوية في بناء مغرب التقدم والازدهار، كما هو وجه الشكر الجزيل للحضور الكريم على تلبية الدعوة للاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج الذي يهلل هذه السنة تحت شعار الشباب المغاربة بالخارج انتظارات والإسهام. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.